بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي هاد لا فيديو تلقاكم كاملة بخير. اليوم راح ندير معكم تحلية سهلة وسريعة خاصة ضيوف الغفلة. هاد التحلية بالبسكوي وكريم ديسير كراميل. نبداو على بركة الله في المقادير. عندي لهنا كاس حليب، كاس بودرة شانتيي، عندي لهنا ثلاثة هاد فلون كراميل بدوق كراميل، عندي لهنا بسكوي لي موالفين نديرو به التحليات كروستي، عندي باكي فلون تاني بدوق كراميل، وعندي حبيبة تاع الموز، وفي الاخر كامل راح نديرو شوية اما كاوكاو كونكاسي ولا كاوكاو ايفيلي. نبداو على بركة الله. بسم الله، هنا نبداو نطلعو في لاشونتيي تاعنا عادي. هنايا دوك واش نديرو؟ نحكمو نقصو شوية من لاكونتيتي تاع هاد لاشونتيي، نحطوها هكدايا في طبيسي ولا هكدا نقصو شوية. وهادي اللي بقات لنا لهنايا دوك واش نديرولها؟ نحطولها هداك الباكي تاع الفلون بدوق كراميل. نزيدو لها تانيك هاد نخليو بواطا هي الاخرانية باش نديكوريو بها، ونحطو زوج بوايط تاع الفلون كراميل اللي قلتلكم عليه. ونخلطوهم هنا. دوك نبداو في المونتاج تاع التحليه تاعنا. نسيت ما ذكرت لكمش في المقادير، عندي حبه بنان حتى لزوج. نبداو دوك في المونتاج تاع الكيكه تاعنا ولا التحليه، كل واحد كيفاش يعتبرها. تقدري تقدميها مع القهوه كما تقدري تقدميها التحليه. انا هنا حكمت الحليب تاعي وحكمت البسكوي، دوك لهنا هكذا غمسيه كيما موالفين وست فيه. تحبي ديريه اطار هكذا يكون قلب ولا كاري ولا مدور كيما تحبي، ولا تقدري تانيك ديريه في طبيسي كيما موالفه. ندير معكم التحليات اللي ما عندهاش كامل. انا دوق نعمر كامل هاد لارونجي، ومن بعد نجيب الكريمه تاعي والبنان كون قطعته تانيك طريفات صغار، ونبدا في التشكيل. دوق لهنا نحكموا الكريمه تاعنا نقسموها على زوج، حطي اون بارتي لهنا وخلي لا بارتي الطبقه الاخرانيه كامل هكذا، وزعيها غير بالعقل برك. دوق لهنا كي تكملي هاد لا بارتي زيدي ديري اون بارتي بالبسكوي تانيك، ولا عندك البنان بزاف تقدري تحطي لهنايا تانيك البنان. انا البنان راح نحطو في الوسط برك، وانتوما كيما تحبوا كل وحده والمقدور تاعها. هنا دوق نزيدو هذيك الكريمه اللي خليناها البيضاء بلا ما زدنا لها كريم ديسير والفلون. ديريها كامل وصي وزعيها. تحليه سهله بالبزاف وتجي بنينه ما شاء الله. وكاين اللي يعتبروها ككيكه هكذايا يقدموها مع الجازوز هكذايا الكوتي تاع الدراري. دوق لهنا كيما تحبي ديريها، انا نحبها كتحليه ما نكذبش عليكم، خاصه هكذا في السهره ولا في البوتي تاعي. دوق هنا نزيدو البنان تاعنا. قلت لكم انتم مقدوركم تقدروا ديروا بين كل طبقه طبقه كيما تقدروا ديروا غير هكذا يا برك في الطبقه الوسطى وخلاص. دوك نزيدو الطبقة الأخرانية تاع البسكوي. في الأخير نحط الكريمة اللي قلت لكم نقسموها على زوج.
هنا كما راكم تشوفوا فيا راني سجلت الطبقه الاخيره اللي قسمناها على زوج، اللي زدنا فيها الفلون عادي بذوق كراميل، والاخرى اللي فيها الياغورت تاع اللي فيه فلون كراميل، يعني كريم ديسير كراميل. دوك نزيد وحده ديجا لهنا، راح نزيدها من الفوق هكذا بعد ما تسقميها غير شويه هكذايا. نزيدو هدايا الفلون كراميل اللي هضرت لكم عليه في الاخير. نحكم هاد البواطه اللي بقات لي تاع فلون كراميل، نديرها لهنايا في ساشي ولا جيتابل هكذايا اللي عندكم، ونحطوها من الفوق دي تري هكذا برك كيما تقدري طيبي كراميل وديريها. هكذا دوك خليها تجمد حتى تجملنا كامل لا كريم. تقدري تخدميها في الليل والصباح تقدميها لافراد العائله تاعك، كيما تقدري تخليها زوج شويات ثلاثه حتى تجمد لك ومن بعد نقدموها. هذه هي الكيكه تاعنا البارده، خاصه في هذا الحر اللي رانا فيه كان الناس تحب تاكل حاجه بارده. وهذه الكيكه بالذوق الكراميل تقولي تجي ما شاء الله، اكتشفوا الذوق تاعها كي ديروها تجي روعه. من ان شاء الله تجربوها الافراد العائله تاعكم، راح يحبوها كبار وصغار. دوك نقطع معاكم بريف كي العاده وتشوفوها كيف خرجت. نحي هاد لابارتي التحتانيه تاع القليم ونهديه كامل المشتركات تاوعي. هاي ليك شوفوا كيفاش تخرج روعة، كي كتخرج باردة شابة بزاف. نتوما خلوها تزيد تجمد على هكذايا، يعني انا قلت لكم باش نكمل الفيديو معاكم. هاي ليك كيفاش خرجت، ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.